ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. اوقات كتير بيجي لي رد فعل غريب جدا، اللي هو ايه يا عم، انا هدفع 15000 جنيه و20000 جنيه و30000 جنيه او يمكن اكتر على حته كامبين في السوشيال ميديا. السؤال ده بيتسأل لكل الناس اللي بيشتغلوا او معظم الناس اللي بيشتغلوا وبيسوقوا في مجال العقارات، وده طبعا بيؤدي اصابتهم بالشلل النصفي او حتى فقع المراره. فعشان كده هنوضح ليه وايه هي الاسباب اللي بتزود او اللي بتسبب ارتفاع اسعار الحملات الاعلانيه الخاصه بمجال العقارات، وننقذ ما يمكن انقاذه من المسوقين اللي فاضلين الغلبه. بيرجع اسباب ارتفاع الحملات الاعلانيه الخاصه بمجال العقارات عن باقي المنتجات التانيه لعده عوامل. اول حاجه ارتفاع سعر العقار نفسه او القيمه الماليه بتاعه العقار، بان بيعتبر العقار ده يعني اغلى حاجه او ممكن اعلى حاجه تكلفه الانسان يقدر يشتريها في الوقت الحالي. 2، مدة الاستخدام بتاعة العقار او مدة استخدام المنتج، ده بيعيش مع الانسان فترة طويلة جدا، ليه ولأولاده وكمان ولاد ولاده. 3، المنافسة بين الشركات اللي بسببها بنلاقي كل يوم شركة جديدة بتشتغل في مجال العقارات، سواء مطورين او حتى مقاولين او سمسرة، وده طبعا بيعقد الموضوع. وطبعا بناء على الثلاث اسباب دول بتواجهنا مشاكل كتيرة جدا في زيادة سعر الحملة الإعلانية والكوست بتاعتها في التسويق العقاري. وبناء على الثلاث أسباب دول بتواجهنا مشكلتين في التسويق العقاري، هم وجود عميل محتار مش عارف يختار ومش قادر يحدد المناسب ليه بسبب كمية الإعلانات أو كمية الضغط اللي بيشوفه في القصة بتاعة التسويق العقاري. 2، وجود شركات كتير جدا في السوق بمليون ميزة وعروض كتير جدا تنافسية، وده بيخلي العميل محتار مش عارف يختار ما بينهم، فعلشان كده بنلاقي سعر الليدز عالي جدا. ومش معقول يعني حد هيدفع ملايين او هيدفع فلوس كتير جدا في منتج هيجي لك من اعلان مثلا ب 150 جنيه او 100 جنيه في اليوم، فعشان كده بتلاقي الشركات يعني بتضخ مبالغ كبيره جدا في المجال ده. فتخيل ان احنا عندنا شركات كتير جدا بتشتغل في التطوير العقاري او السمسره او البيع او المقاولات، بتضخ ميزانيات كبيره جدا وضخمه جدا في الاعلانات عشان خاطر يجي لها الناس اللي هتدفع الارقام دي في البيوت او في الشقق او في الفلل او ايا كان في المنتج بتاع العقارات بالذات. ويجي السؤال هنا، طيب ازاي اضمن الكامبين بتاعتي وان الفلوس اللي بدفعها والفلوس الضخمه اللي بدفعها في الاعلانات ما تروحش في الارض؟ بكل بساطه انك تتعاقد مع شركه متخصصه في الديجيتال ماركتنج والسوشيال ميديا ويكون عندها سابقه اعمال محترمه في مجال العقارات، تقدر ساعتها ان انت تعتمد عليهم في ان هم يوصلوا لك لنتائج مضمونة جدا وكمان بسعر كويس. فنصيحة اخيرة، بلاش تستنصح وتدخل المجال ده وانت مش عامل حسابك بميزانية محترمة تضخها في التسويق الالكتروني، لان في حيتان كبيرة شغالين بارقام فلكية، يبقى احسن لك ما تدخلش المجال ده وما تحطش فلوسك في الارض. ولو في اي استفسار في مجال السوشيال ميديا والتسويق الالكتروني اكتب لنا كومنت او سيب سؤالك وانا هرد عليك في اسرع وقت ممكن. وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات برضو عن مواقف قابلتوها مع عملاء عايزين يدفعوا بادجت صغيرة جدا او ميزانيات صغيرة جدا ومستنين منكم اعظم النتائج واحسن حاجة في الدنيا. شكرا ليكم واستنوني في حلقة جاية. انا عمرو داغر، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، ومستني ارائكم واستفساراتكم في الكومنت. اشوفكم تاني.